الحديث القدسي: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. من عظم الله في قلبه سخر الله جل وعلا له خلقه، فالمخلوقات كلها جند لله، إما أن تكون لك معينة أو أن تكون عليك ضد، وهي مأمورة بأمر الله لها. قال أهل الآثار: إن قافلة إخوة يوسف لما خرجت من أرض مصر ذاهبة إلى الشام، قال الله: ولما فصلت العير، فصلت العير يعني خرجت من أرض مصر إلى أرض الشام، تجاوزت الحيطان في أرض مصر، ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف. جاء في الآثار أن ريح الصبا استأذنت ربها أن تبلغ يعقوب ريح يوسف قبل أن يصله البشير، فأضحت جندا لولي من أولياء الله هو يعقوب عليه السلام. فالغاية كلها، الأمر كله مرده إلى حسن الصلة برب العالمين جل جلاله. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ما الذي جعل الشمس على علو كعبها ونظر الناس إليها تستحي أن تؤذيهم؟ ما في قلبهم من إجلال الله. وما الشمس إلا مأمورة. يقول يوشع بن نون لما أراد أن يفتح أريحة نظر إليها وقد همت بالغياب، قال: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فبقيت تأخر هروبها حتى أكمل حربه. قال ربنا: ذلك من آيات الله. ثم بين أن الأمر كله بيديه. قال: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فإذا تحقق لديك أن الهداية بيديه جل ذكره، ما كان ينبغي لنا إلا أن نطرح بين يديه ونسأله جل وعلا الهداية والثبات عليها.